إذن تحية لكل المتتبعات والمتتبعين للمضامين هذه القناة. اليوم الحلقة الثانية من الجزء الأول اللي بديته في السلسلة ديال أننا بغيت نحاول ندير بحث في الثورات ونقرب الناس باش يعرفوا هذه الثورات كيفاش جات، السياق التاريخي ديالها، المكونات ديالها، مدى نجاحها ولا مدى فشلها، الظهور ديالها والسقوط ديالها إلى آخره. هاد السلسلة هذه ما هيش أنا تندوز واحد الإيديولوجية هنا، هي نحاول نكون القراءة ديالي حيادية بما أمكن. نهار نجيو نعطيو مواقف قراءة يعني خاصة وتحليل خاص لهذا، راه نقول لكم هذا راه وجهة النظر ديالي لو وقعت في هاد السلسلة. وكذلك هذه فرصة باش نخرجوا على داك الشيء ديال التوصيفي ديال المغرب فيه الملك سرق الملك كذا، لأن هذيك أمور راه بزاف المغاربة عارفينها، حنا غير كنقولوا تنخليوهاش تموت، تنخليوها تبقى سطحة على وجه الماء، خاصة أنهم تيكثروا مجموعة المحاولات ديال تمويه الرأي العام، يبقى هذا تابع سعد المجرد، هذا تابع وهبي، هذا تنحاولوا نديروها. ولكن هذه القناة أنا حليتها من أساسيات ديالها هو أننا التغذية الفكرية ديال المهتمين اللي باغي يطور الفكر ديالو، وأنا تنطور الفكر ديالي في خضم هذه البحوث اللي خلينا أعطيت واحد النبذة على روسيا كيفاش تكونت ولات بداك الحجم الجغرافي، شويه المقاربه الانثروبولوجيه والسوسيولوجيه على الوضعيه ديال الانسان الروسي. دابا نحاولوا ندوزوا في المراحل ونقربوا للثوره باش نديروا، لانه تقريبا باش نفهموا شنو هي روسيا اللي وقعت فيها الثوره. يعني تقريبا القرن كامل اللي قبل من الثوره، ملي تنتكلموا على الثوره الناجحه 1917 ماشي 1905، يعني روسيا كانت نمط الانتاج ديالها وطبيعه المجتمعيه ديالها هي فيوداليه، يعني اوروبا كامله خاصه اوروبا الغربيه هي دوزت مرحله الفيوداليه، ولكن في هذه اللحظه كانت اوروبا الغربيه تقريبا شبه حسمات مع الفيوداليه، ولكن روسيا كانت باقه وما تقدر تحسم مع الفيوداليه حتى المنتصف ديال، يعني نقدروا نقولوا بدات تحسم معها في الاواخر ديال القرن العشرين ديال القرن السميح ديال القرن التاسع عشر. إذا الفيوداليه شنو تتعني لنا؟ تتعني لنا هناك السيد وهناك القيم، هذا اهم ما كاين تفهم، انها السيد يملك الارض ويملك الناس اللي عايشين على الارض، وتيخصهم يخلصوا الحضور ديالهم ويخدموا باش يجيبوا للسيد، والسيد كيعطيهم الفتات. هذا هو كان الطابع الاسمى. كانت بطبيعه الحال في المنتصف ديال، يعني تنقولوا في المنتصف ديال القرن التاسع عشر، نهضروا على مثلا 1850 وطلع الفوق، بدات تتبان ملامح ديال الرأسماليه، ولكن محتشمه، يعني بالمقارنه مع الحجم ديال روسيا انها كانت باغلبيه ساحقه هي فيوداليه، يعني اغلبيه الناس كانوا فلاحه بيزنت، فلاحه اميين فقراء، يعني يسود الجهل بواحد الطريقه مسخوطه، حتى انهم اللي قرا الروايات ديال الكتاب الروسيين اللي كتبوا في المرحله سواء المخضرمه ما قبل الثوره ومع الثوره، ولا تخصصوا في مرحله ما قبل الثوره، ومنهم كثير، منهم جوجل ومنهم دوستويفسكي، تيوصفوا لك داك خاصه الناس اللي في القطاع القروي كيفاش كانوا، يعني غير الخمر والقمر الى اخره والفقر والاميه. اذا هذا الطابع هذا كانت هناك ما يسمى بالدخول الرأسمالي، وبداية ما يفهم بالرأسمال كان محتشم خاصة في المدن الكبرى موسكو سان بيترسبورغ إلى آخره، ولكن هذاك النموذج الرأسمالي اللي كان في روسيا ما كانش وليد أن روسيا اضطرت أنها دير تثوير للنمط الإنتاج ديالها باش خلقات واحد الرأسمالية محلية، لا، هذاك الرأسمالية كانت كلها جاية بالأغلبية الساحقة جاية من رأس مال فرنسي، فبالتالي كانت تتسمى كما سماها أحد الكتاب اسمها إمبلانت، يعني مزروعة تما غير متوافقة وغير منسجمة مع طبيعة الواقع ديال المجتمع الروسي، فبالتالي كانت تسمى رأسمالية داخلة، فلم تأتي معها مثلا ذاك الفكر البرجوازي اللي كان في واحد المرحلة معينة ثوري في القارة الأوروبية خاصة أوروبا الغربية، واللي عطانا ديك الثورة البرجوازية اللي حررت الناس من الفيوداليه، ولكن بالفكر ماشي فقط بجلب رؤوس أموال أجنبية. إذا هنا
كان الاختلاف مثلا ما بين روسيا وما بين دولة من الدول ديال أوروبا الغربية. هاد الفوارق والفقر والأمية وهذا كانوا من أحد العوامل اللي دفعوا بالروس على أنهم يقلبوا على مخرج، يعني واحد الحل منين يخرجوا من هاد الفقر. فبالتالي كانوا تيبحثوا على البديل، على الأقل تيبحثوا على شنو هو البديل اللي يقدر ينقل بهم أفضل، يعني من هذا الوضع هذا إلى وضع أفضل. هاد الشيء هذا في هاد الظروف كذلك تزامنت مع ظروف اللي هي خطيرة بزاف. يعني هاد البداية ديال البحث على البديل والناس ولات باغا تعيش أفضل، هو أنه يعني احتدام التناقضات داخل المعسكر الرأسمالي هذاك الجديد واللي متطور في الحقيقة في ذاك الوقت، اللي هو خاصة أوروبا الغربية، يعني وبدا ينوض الصداع ما بين المكونات ديال أوروبا الغربية، الشيء اللي سبب على أنهم بداوا حروب اللي تطور من بعد الحرب واحدة. الحروب اللي بدات اولا حروب نزاع بين هاد الدول الرأسماليه حول مثلا شكون اللي هيمن على واحد الاندستري، واحد الصناعه معينه، شكون اللي هيمن على واحد الاسواق معينه، وكذلك صراع على المستعمرات اللي كانت ديال هاد الدول هذه. بطبيعه الحال هاد التناقضات وهاد الشيء هذا احتدم الى ان تحول الى اكبر حرب عرفها مثلا التاريخ ديال البشريه في حدود تاريخ المدون الى اخره. لذلك سموها بشده يعني ما كانت مهوله، سموها الحرب العالميه الاولى. طبيعه الحال روسيا كانت عندها حرب من قبل حروب، ولكن حرب الاقرب كانت هي الحرب ديال 1904 مع اليابان، واللي انتصرت فيها اليابان كذلك على روسيا، وكانت اول دوله اسيويه تنتصر على دوله اوروبيه، انتصرت على روسيا وخلات هذيك الهزيمه ديال 1904 خلات واحد الاحساس بالمهانه، وواحد ضاف لذاك الشيء ديال الفقر وذاك الشيء ديال الجوع وذاك الشيء ديال هذا عند الشعب الروسي. هذا الشيء لانه انا ما جايش نتكلم زعما باش نعاود القصه ديال الحرب العالميه الاولى كامله، ولكن كنهضروا على شنو كيفاش كان لو كونتكست السياق التاريخي ديال بناء الثوره ديال 1907. كذلك رغم ان روسيا دخلت الحرب، يعني الحرب العالميه الاولى دخلتها بالعدد العدد ديال 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 الجيوش، راه دخلت تقريبا اعتقد الى باقي نذكر مزيان تقريبا 2.5 مليون ديال الجيوش، زائد انه توصل الى داروا داك التجنيد الاجباري، يعني داروا الاحتياطي، دخلوا حتى الناس الاحتياطيين الى اخره، كيوصلوا حتى 5 مليون. لكن رغم ذلك انهزمت هزيمه شنعاء امام المانيا، بروسيا الشرقية، لأنها كان الجيوش العدد ديال المقاتلين راه كثير، ولكن راه ما عندهمش، كانوا أغلبهم مسلحين ببنادق تقليدية، بالتالي اللي أجعل على أنهم ينهزموا في الحرب العالمية الأولى، حتى لدرجة أنه الجنود الروسيين بداو تيغادروا المناطق ديالهم قبل من الإعلان الرسمي ديال أنه راه روسيا انهزمت في الحرب بشكل رسمي. الناس مابقاوش باغيين يحاربوا مع مصالح الجزار الى اخره القيصر، والغضب عندنا راه تقريبا 900 ألف، قال لي تيقولوا 900 ألف، حتى 2.5 مليون ديال الروس اللي ماتوا خلال هذيك الحرب. بالاضافه باش ما نساوش محطه من هنا اللي هي ما سمي بالثوره الاولى اللي 1905، واللي كانت اضراب عمالي خطير واللي تضربوا فيها الناس، تقتلوا فيها الناس المحتجين الى اخره، واعتبروها الناس كانت محاوله الثوره الاولى وفشلت. هذه كذلك حتى هي تنضاف الى هذا الغضب اللي كان عليها الناس. هذا الخروج روسيا من الحرب العالميه الاولى انها بهزائم اهانه وكذلك فقر وجوع ومديونيه اللي تيقولوا وصلت ل 8 ديال المليار ديال الروبل الروسيه، والمخازن ديال يعني اللي ديال الذهب اللي هي تدعم العمله، كيقولوا انها خرجت من ديك الحرب العالميه الاولى شبه فارغه بالنسبه لروسيا. يعني هذه الثوره هذه اللي دارت الاتحاد السوفيتي في 1917 كانت من اول الامور اللي دارتها، هو انها صدرت ما سمي بال يعني بيس ديكري، هو اللي معاهده سلام، كانت اعتقد صدرت في اكتوبر في 26 اكتوبر 1917، تقديم مقتضياتها على انها
داك الدول اللي كانت تتوقع تحت ولا كاع اللي كان ما هو كان واقع كان يعني تحت السياده الروسيه انها تضمن لهم سيلف ديترمينيشن ولا حق تقرير المصير. وكانت الدوله الوحيده والاولى اللي كانت دارتها والدول الاوروبيه ما داروهاش، وما الدول الاوروبيه مابغاوش ينخرطوا مع هاد المعاهده السلم، وما بغاوش يعترفوا بالدوله السوفيتيه. اذا هذا يعني رغم على انه من بعد ملي عاجي جوزيف ستالين عاي وليو هاد مجموعه الدول اللي كانت تعطى لها الحق ديال تقرير المصير ولا دخلت تحت هذا، ولكن هناك سياق تاريخي مختلف. انا نعطيو قراءه اللي هي محايده ونقدر نعطي وجهه نظري انا من بعد، ولكن ملي نوصلوا لديك المرحله. اذا من هنا خلال هاد الحقبه هذه وهاد الشيء اللي قلنا السياق التاريخي والتراكم الغضب وتراكم الاحساس الاهانه والمذله والهزائم الى اخره، تيبانوا تيتحدوا جوج ديال الاحزاب. كاين اللي يقدر يختلف مع هادي ولكن هذا هو الواقع، تحدوا جوج ديال الاحزاب. الحزب الاول كان جناح راديكالي من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي واللي كانوا كيتسموا البلاشيبه، والحزب الثاني اللي كان كيتسمى الاس ار اس ولا السوشيال ريفولوشنري اس ار بي بارتي، ولا هما اس ار اس لان كانوا تيقولوا ريش، اللي هو الحزب الثوري الاشتراكي اللي كان اغلبيه المساندين ديالو مدعوم من طرف ما يسمى بالبيزنت يعني الفلاحين ولا المزارعين. اذا هذا الحزب هذا هو حزب اشتراكي ولكن ماشي ماركسي، ما تيندمجش تحت النظريه الماركسيه. دار في 1902 كان كما قلت لكم اغلبيتهم مزارعين صغار، وواحد الوقيته كان يعتمد على العنف يعني عند الضروره، كان يعتمد على العنف ديال بصح. وغنجيو غنتكلموا على بعض المحطات اللي دار فيها. كانوا تيقبلوا بطبيعه الحال بعض المفاهيم اللي هي داخله في الماركسيه، ولكن خلقوا حاجه سموها جديده تيسميوها بالانجليزيه اغريرين سوشياليزم، وكان هذا الهدف ديالهم الاساسي هو انه ياخذوا الاراضي من دوك الفيوداليين ويديروا اعاده التوزيع ديالها على الفلاحين الصغار. اذا هذا الحزب هذا كما قلت لكم كان يعتمد على ما يسمى بالعنف، العنف الثوري الا بغيتوا تسميوه. هذاك الشيء كان حتى لدرجه انه كان يعني من داخل في اكثر من 2000 عمليه ديال الاغتيال، من بينهم كان واحد الرئيس ديال الشرطه اللي كان مكروه، كان يعني كان كذاب شي حاجه تتشبه الحموشي عندنا. اغتيال يعني الصهر ديال البراين لو، الصهر ديال القيصر اللي دوك سيرغي الكسندروفيتش. ومن بعد الهزيمه ولا فشل الثوره ديال 1905، هاد تحول هاد الحزب هذا بدا تبان فيه تيار كبير اللي تيتخلى على هاد الشيء ديال العنف، وبدات من تما من خلال ما سماوه بالبيان ديال اكتوبر مانيفيستو، ومن تما بداو تيبانوا انشقاقات داخل هاد الحزب بزاف، حتى لانهم اصلا الحزب ولا في هذه المرحله هذه ولا مدعوم من طرف الطبقه المتوسطه وبعض النقابات العماليه كانت معروفه شويه برجوازيه. يعني بالتالي باش نعرفوا ان هاد الحزب هذا من بعد ولي عنده توجهات اللي هي برجوازيه، وهذه وجهه نظر معنا، وهذا الشيء الاخر راه حقائق تاريخيه اللي كاينين في الكتب. هذه اللحظه هاد الوقت اللي عطيت دابا هي وجهه نظري. اذا هاد الحزب هذا كان مشارك في المجلس في الانتخابات وفي المجلس ديال الدوما الاول، واخا كان ربح 34 مقعد ولكن دار بويكوت قاطعو، ما بغاش لانه كانوا تيحتجوا على انه النتائج خارقه كانت مزوره. شاركوا في المجلس الثاني ديال الدوما في سنه 1907، ولكن في المجلس الثالث ديال الدوما قاطعوه كذلك لانه اتهموا الوزير الاول انذاك اللي كان سميتو بيتور ستوليبين، اتهموه بانه زور الانتخابات. وسط هذا الحزب هذا كانوا جوج الاجنحه هما الاكبر يعني من ناحيه السيطره في داخل الحزب، كان جناح ديال فيكتور شيرنوف اللي هو جناح سلمي، وكان جناح الراديكالي اللي باقي يدير العنف وداك الشيء اللي كانت تحت القياده ديال ماريا سبيري دونوفا. وتتالت يعني الانشقاقات والانقسامات ديال هذا الحزب، ولكن رغم ذلك وصل 1917 وصل قوي بالمسانده ديال الفلاحين الصغار، وقدر ينتزع في المجلس ديال كونستيتوينت اسامبلي، المجلس ديال يعني الكونستيتوينت هما الناس اللي تبناو دستور معين، اللي في نوفمبر
1917 خداو مقاعد كبيره، كانت خداو اقليه صغيره بحال تنقولوا 51% كونتر 49%، وشاركوا في البناء ديال الثوره ديال 1917. المره الجايه غنتكلموا على سياقات اخرى، وغنتكلموا على البولشوفيه، يعني البلاشفه، شكون هما البلاشفه، باش نفهموا الثوره فين مشات، الاختلافات اللي وقعت من بعد الخطوه الاولى ديال الانتصار ديال الثوره الى اخره. وتنتمنى على انه كانت هذه الحلقه مليئه بامور اللي ربما ستفيد فهم ديال الثوره ديال الاتحاد السوفيتي كبزوغ وكسقوط. اذا الى اللقاء في حلقه اخرى. حياتي.